السلام عليكم ورحمة الله. احنا في ريستاكس الرياض العقاري في شركة عالم البعد الرابع. يسعدنا ويشرفنا حضور خيرة طلبة كلية العمارة، مهندس عبد الكريم، مهندس سليمان، مهندس إبراهيم. هناخد مع بعض جولة وفكرة عن شركة عالم البعد الرابع. والناس دايما تسأل ايه موضوع البعد الرابع؟ في بعد ثالث، في بعد تاني، في 2D، في 3D، ايه موضوع الفور دي؟ حد يعرف حضراتكم الى ماذا يرمز الفور دي؟ الزمن التو دي معروف عرض وارتفاع، طول وعرض. الثري دي طول وعرض وارتفاع. الفور دي هو الزمن. شركة العالم بعد الرابع هي فكرة جاءت لتكون شركة معنية بتطوير الاعمال والافراد والمحتوى، زي ما محطوط كده: بيزنس ديفلوبمنت، كونتنت ديفلوبمنت، انديفيدوال ديفلوبمنت. فقلنا هنطور الاعمال، ده قطاع واسع، سيكتور كبير موضوع تطوير الاعمال ده. في تطوير اعمال من خلال السياسات والرؤيه والفيجن والميشن والاجراءات والكلام ده، وفي من خلال الاستشارات والامور الاداريه والفنيه. احنا قلنا لا، هنركز على 5 قطاعات في تطوير الاعمال. هنعمل بيزنس ديفلوبمنت من خلال الاستشارات، ومن خلال التدريب، ومن خلال الادفيرتايزنج، ومن خلال الميديا، ومن خلال الديجيتال سوليوشنز. هنا في المعرض احنا متواجدين بالتحديد بحاجتين: متواجدين بالديجيتال سوليوشنز، متواجدين بالادفيرتايزنج. احنا بدانا عام في يناير 2014. من يناير 2014 للنهارده حوالي بنتكلم في 13 شهر، عملنا حوالي 30 مشروع فني. لو دخلت على البيهانس بتاعنا اللي هو الموقع المشهور بيهانس، behance.net/4dworld، هتلاقي اكتر من 32 مشروع. عملنا 4 أو 5 هويات مؤسسية، عملنا 3 بورتلز، 3 مواقع إلكترونية بحجم بورتلز، عملنا مؤتمرين، الايدنتيتي لمؤتمرين، عملنا براندينج لثلاث ماركات. ده فيما يخص الادفيرتايزنج. احنا النهاردة بنتكلم بقى عن الحدود الرقمية. ده سيكشن اضفناه جديد ومؤخرا للشركة، هو الكاستمد ديجيتال سوليوشنز. الفكره وانتم طلاب عماره وفي تخرج هيهمكم قوي تعرفوا الكونسبت ده. الكاستم ديجيتال سوليوشنز المقصود بيه ان مفيش علم من العلوم او فن من الفنون في مجال البيزنس ومجال الاعمال، التجاره والاعمال، الا وليه على التوازي ما يحاكيه بشكل رقمي. يعني مثلا المجسمات، فانت عندك مجسمات تفاعليه، عندك لوحات إعلانية، فعندك لوحات إعلانية رقمية. حتى في مجال الـ 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 الشو، كنت ممكن تعمل الشو مثلا من خلال انك تكريت ديزاين جناح زي ده، في المقابل بقى فيه أجنحة تانية بس ديجيتال. زمان كنت تعمل فيلم بتصوره بكاميرا، وكان ده يعني أقرب لالتقاط الصور. دلوقتي بقى فولي ديجيتال، تقدر تعمل فيلم وي جو ثرو داخل الفيلم. يعني انت مثلا لو عندك مدينه طبيه، معماري عمل مدينه طبيه، وعايز وزير او امير او مسؤول او شخصيه مهمه ان هي تتصفح وتتجول المدينه. زمان كان ممكن يعمل ماكت ويجيب بوينتر ويشير، بعد شويه قال لك لا، ده هعمل 3D واجيب ايمجز واعمل نيكست واقلب الايمجز دي. بعد شويه قال لك لا، طب انا اعمل 3D واعمل موديلنج واعمل لايتنينج وتكشرينج، يقرب الصورة جدا جدا جدا، ويبقى كده انا ابهرته بالديزاين. بعد فترة قالك لا، طب انا ممكن بعد ما اعمل الكلام ده موديلنج وتكشرينج ولايتنينج اعمل انيميشن في حركة الكاميرا. بعد فترة قالك لا، ما يكفيش ان انا احرك الكاميرا، ده انا عايز اخش جوه. قالك خلاص انا هعمل انتيريور واكستيريور. بعد فترة قالك لا، انا الناس بقت تمل السرد، اي حاجة فيها سرد بيملوها. يعني اشوف فيديو ولا انتراكت على الموبايل او على موفي، لا انتراكت على برزنتيشن. فعملوا حاجه اسمها المالتي ميديا برزنتيشن. قال لك لا، انا عايز انا ادخل مدخلات، انا عامل حاجه اسمها مالتي ميديا ابلكيشن. قال لك لا، انا عايز اعلى درجه تفاعل، انا عامل حاجه اسمها مالتي ميديا ادفرتايزنج جيم، الاعلانات عن طريق الجيمز. قال لك لا، انا عايز الموضوع اكتر من كده، فعملوا حاجه اسمها فيرتشوال رياليتي. فيرتشوال رياليتي دلوقتي ليها انواع متقدمه كتير، بدات بفكره ال 3 دي جلاس، لكن تقدمت ومشيت سنة 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 لغاية لما وصلت إلى إيه بقى؟
اللي هو الترند الاتجاه الحديث اللي هو اخر ما توصلوا اليه، ان ممكن يجيب لك طياره او عجله او سياره وانت تخش جوه الطياره، تخش جوه العربيه، العربيه مساحتها مترين في متر ولا متر في متر، وبتاخد النضاره ولكن معاك فول داشبورد كنترول. اقدر اسرع، اخد يمين شمال، لو طياره اقدر اجيبها هليكوبتر من فوق، وشايف انت المشهد الذي كان ينبغي ان تراه لو انك في طياره حقيقيه. بتعمل مكشفه ومحاكاه حقيقيه كامله للي انت بتعمله. طيب اي بيزنس في الدنيا قائم على اربع حاجات، اما بروجكتس او سيرفيسز او برودكتس او سوليوشنز. لما تيجي تتكلم عن الديجيتال ما ينفعش اقول ان عندي منتج، لكن هو كاستمد سوليوشن. بتعمل حاجه اسمها نيد اناليسيس، تحليل الاحتياج، تشوف الشركه الفلانيه او الشخص الفلاني عايز ايه بالتحديد، وتبدا تعمل له فيلنج للنيد ده، تملى الاحتياج ده من خلال كاستم سوليوشن. اديكم مثال، واحد مثلا قال لي مثلا عايز اعمل معرض عندي اعرض فيه اعمالي، انت شركه ايه؟ قال لي انا شركه استشارات هندسيه. ايه المخرج اللي انت بتخرجه؟ قال لك انا بعمل رسومات هندسيه. فانت بتقعد تقول له طيب مين الشريحه المستهدفه؟ فيقول لك والله انا عندي الامراء والوزراء وكذا. تقول له طيب ما ينفعش التصاميم تبقى مجرد بورتفوليو، انت يمشي معاك حاجه اسمها ديجيتال بوك. ايه موضوع ديجيتال بوك ده؟ بنبني كتاب بخشب ولكن متسلط عليه بروجكشن بسنسورز، لما تعمل ايدك كده وتعمل ايدك كده بيعمل فليب رايت فليب ليفت نيكست بريفيوس، بتتفرج على الكتاب. بيقول لك والله بس انا عندي شغل انتيريورز عايز اظهره. تقول له تعمل مالتي تاتش سكرين، يقول لك ليه مش تاتش؟ عشان ممكن تفتح تو بوبس في نفس الوقت. فبتسمع من الكلاينت وتقعد تفكر في النيدز بتاعته، وانت عندك طريقه تفكير مش عندك منتجات. هنا الفرق، عندك طريقه معالجه رقميه مش منتجات رقميه. الفرق في شركات بتاخد التوكيل لبعض المنتجات وتشتغل عليها، وتبدا بقى ايه تقول لك انا عندي هولوجرام ومالتي تاتش سكرين وديجيتال بوك وفيرتشوال رياليتي. ده اللي هو بيحول السوليوشن الى برودكت، فبيبقى افق الحل عنده محدود. لكن احنا في البعد الرابع مركزين ان احنا نقدم كاستمد سوليوشنز، ان انت تاخد حاجه صممت خصيصا لك على حسب ترجمه جوجل. فدي تور سريعه عن الديجيتال سوليوشن وعن مشاركه عالم بعد الرابع في المعرض. المهندس عبد الكريم يقدر يصمم الفكره بتاعته او التصميم بتاعه بشكل او باخر، وبعدين يخليها داخل غرفه. هنا عندنا حاجه اسمها قاعات المؤثرات الخاصه. زمان كان يقول لك فن البانوراما، يعني زمان مثلا هيقول لك مثلا ايه تعالى همثل لك، عندنا في مصر يقول لك حرب اكتوبر مثلا، كان يقعدك في قاعه يجيب لك داميز للطيارات وهي ماشيه ومش عارف ايه وهو ماشي، ويحاول يقرب لك الصوره في شكل بانوراما. دلوقتي بقت الموضوع ابعد من فيزيكال بانوراما، بقى ديجيتال بانوراما وانتر اكتف في قاعات المؤثرات الخاصه. انت بتقعد وعندك سراوند ساوند سيستم كامل، وفي قدامك فيرتشوال وقدامك 3D وانيميشن. الفيرتشوال وال3D والانيميشن ده بمنتهى الابداع، عمال مش بس بيوصل لك المعلومه، ده بيحطك جواها. الان انا بكلم حضراتكم في شركه متخصصه امريكيه بتعمل السيره النبويه بنظام الفولي فيرتشوال انتراكتيف. يعني بتبقى انت واقف جوه المعركه والسهم معدي، وانت تعمل كده عشان السهم يجي كده، انت بنفسك تبقى موجود. فبيوصلك لدرجه ان السهم عدى من هنا والارض من تحتك اتزلزلت وفي بركان هيهجم عليك مش عارف عامل ازاي. التفاصيل دي كلها بيستخدموها. زمان كان حلول بسيطه، وبالرغم ان هي كانت بسيطه برضو كانت مدية امباكت عالي، كانت مدية تاثير. فما بالك بقى دلوقتي؟ ده انا هقول لك ده ابسط من كده. يعني هقول لك على حاجه لا تمثل 2% من اللي احنا بنعرضه. لو دخلت مول الرياض هتلاقي في بوكس عباره عن 2 متر في 2 متر كده، الطفل بيخش جوه
وبيلبس بيلبس نظاره وكانه جوه الحدث، ويشغل له فيلم كرتون كانه قاعد في وسط ابطال الفيلم او كذا. فما بالك بقى لما بتبقى قاعد في فولي فيرجوال يعني. والله الانتاج كله اصبح رقمي. يعني زمان كان يقول لك عايزين استوديو عشان الكاميرا ونبدا ناخد شوتس، دلوقتي انا اقدر ابني مشهد كامل 3D ببرامج الديزاين، الادوب فوتوشوب وال3 دي ستوديو ماكس والمايا والبوزر وكذا. فانا مش محتاج ان انا اهيئ مناخ عشان اخد داي لايت شوتينج او نايت لايت شوتينج او اوت دور شوتينج او ان دور شوتينج، خلاص انا اقدر ابني كل ده 3D. والله انا بقول ان المهندس المعماري او المعماري او من يعمل في مجال العمران من قريب او من بعيد هو اكثر الناس حظا في دخول هذه المعتركات في هذه المساحات في هذه الاعمال. ليه؟ انت بيبقى عندك اولا طريقه تفكير معماريه تتذوق ما لا يتذوقه من اكتسب العمل على هذه البرامج بمجرد التدريب العادي. انت ليك بعد نظر، ليك خيال، ليك بيرسبكتيف فيجن، عندك ما يسمى بالاي بيردز، انت عند او البيردز اي اللي هو عين الطائر، مسخة الرأس عندك حاضر دايما وانت بتفكر في الاعمال. يعني انت لو جيت تفكر تعمل بوز ديزاين زي ده هتطلع افكار خياليه عشان تعمل جناح زي ده، فهيبقى تبقى اقرب للابتكار. ولما يبقى عندك خبره التنفيذ فانت هيبقى عندك القدره على التصور في حدود ما يمكن تطبيقه. هنا الملاحظه، فرق كبير بين انت تتصور مش عارف تنفذ ازاي وبين لا ده انا متصور ما يمكن تطبيقه الابليكابل، وعندك الادوات وكلها. يعني انا اعرف 3D ديزاينرز خريج زراعه، واعرف 3D ديزاينرز خريج تجاره وهندسه وطب، لكن مش هيأدي ادائي المعماري مهما كان بروفيشنال. حتى الجرافيك ديزاينر اللي هو مش خريج فنون جميله مش هيبقى عنده قدرة على الابتكار، لكن ممكن يطلع لك شغل جميل بس مش عارف يجيب فكرة from scratch. هي دي الملاحظة.